السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف شفتوا في الصوره المصغره وفي العنوان، حبيت نشارك معكم الطريقه ديالي باش كنفصل لكم. نحاول نخدمها معكم بسرعه. اول حاجه كنديرها هي انني كناخذ الطول ديال الكم ديالي، كناخذ الطول ديال الكم كنزيد عليه 2-3 سنتيمتر ديال الخياطه بهذا الشكل. خديت الطول من هنا لهنا، طول الكم هذه الجهه اللي مغلقه من القماش، كنجي هنا كندير واحد الخط ديالهاش ديال الدوره ديال هنا مقسومه على 2 زائد 1 سنتيمتر ديال الخياطه، جاتني هنا صافي. انا خديت الطول ودورت الكم، كنجي لهاد الجهه شنو كندير انا؟ بالنسبه ليا هذه هي القاعده اللي خدامه عليها، كنخلي هاد الجهه اللي مغلقه وكنجي للجهه اللي مفتوحه لانني كنخدم على القماش ما كنبغيهش طراسيه كامل. كنجي على الجهه اللي مفتوحه كنهبط ب 14 سنتيمتر هنا، 14 سنتيمتر، كندير واحد الخط بحال هكذا، ماشي ضروري خط نوصله كامل، ممكن يجي غير هنايا. انا هادو هما الخطوات اللي كندير من بعد داك القواعد اللي درت معكم في الفيديو الاخر، هادوك غير اجتهادات باش تقدروا تديروا. الخطوه اللي كنجي نديرها هي انني كنجي ونرسم واحد الاس بحال هكذا، يعني من غير ما نرسم قاعده ونطلع ونهبط، داكشي يعني مع الخبره ومع المده يعني تعودت. كنجي هنايا كنرسم واحد الاس بحال هكذا، كنفوت واحد 2 سنتيمتر تقريبا، واحد 2 سنتيمتر تقريبا بحال هكذا، عاد كنبدا نرسم الاس ديالي. كيف شفتوا في الفيديو السابق درت لكم واحد الخط هكذا، شفتوا هنا درت واحد الخط قسمته على 2، جيت للنصف ديالو طلعت بواحد سنتيمتر ونصف، وجيت للنصف الاخر وهبطت بواحد سنتيمتر ونصف، ورسمت وحطيت نقطات وصوبت هاد الدائره. هنا انا كندير عيني ميزاني، ما كندير قواعد، ما كنقسم ما والو، يعني رسمت هاد الاس مقلوبه، المهم انني رسمتها في الخط. شنو الخطوه اللي غندير؟ طبعا كنكون مسبقا فصلت الكورساج او التركيز لانها اهم نقطه. في الفيديو السابق قلت لكم المسافه اللي من هنا لهنا هي المسافه اللي كنجيبوها من هنا لهنا. انا في هذا اليوم ما غاديش ندير لكم دوك القواعد، غادي ناخذ التركيز مباشره وغادي نجيبوه هنا وغادي نحطو هكذا، وغادي نبدا نقيس ندورو على هاد الرسمه اللي درت ونمشي هكذا مع الخط. واضح؟ نعود، كنجيب راس الكم من هنا كنحط نلاقيه مع راس الكتيف من هنا، راس الكم من الاعلى، كنحط هكذا القماش يعني متساوي معاه، هذا التوب كيكون مطوي على 2، وكنبدا ندور التركيز ديالي او حرده الابط على هاد التقويصه، هاد الاس اللي درت هكذا، وكندور هكذا باش نشوف فين غنوصل الخط. انايا شفتوا فين جاتني؟ كيبان لكم جاتني هنا، انا غادي ناخذ ستيلو ديالي وغادي نوصلها لهنا، جاتني هنا. المهم عندي هو هاد القياس اللي غيجيني بهاد الدوره يكون في الخط. شفتوا يجيني هنا، يجيني هنا، يجيني هنا، فين ما بغى يجي. المهم هاد الهبطه ديال 14 سنتيمتر ممنوع نتعداها، يعني انا الخدمه ديالي كنخدمها على 14 سنتيمتر، ما كنفوتها ما كنديرها. الخطوه المواليه هي انني غادي ندير معكم ببساطه، الخطوه المواليه هو انني غادي نجي نشرك هذه النقطه هنا مع هذه النقطه هنا، هي ببساطه فصلت لكم. لكن بقى عندي واحد الحاجه مهمه بالنسبه للنساء الكبار، بالنسبه للنساء الكبار غادي نجي من هذه النقطه لهذه النقطه غادي نشرك هكذا عادي، لكن بالنسبه للنساء الصغار هو انني غادي نعبر لهم دوره المرفق والذراع هنا، حيتاش كيبغيوه ضيق، دوره الذراع مع تاني الذراع وتكون جد مريحه. غادي نجي من هنا لهنا غنهبط بواحد 30 سنتيمتر، ومن هنا غادي ناخذ داك القياس مقسوم على 2 زائد 1 سنتيمتر، جاني مثلا هنا، جاني هنا. اوكي غادي نجيب الطباشير ديالي مثلا وغادي نخدم هكذا هكذا،
حيت البنات ماشي بحال النساء الكبار، تعرفوا كيبغيو داكشي لحد في القاد، النساء الكبار لا كيبغيوه مريح للامهات ديالنا، راه لباسنا حنا غير لباس الامهات ديالنا. بهكذا ببساطه احنايا فصلنا لكم. قلت هنا عندي قاعده عامه هي 14 سنتيمتر، هذه درتها لكم اليوم باش تشوفوا الطريقه ديالي انا كيفاش كنفصل لكم، ما كنبقاش نخدم في القواعد، غادي نعاود نذكركم ببعض القواعد. الناس اللي ما عرفوش بغاو يجيبوا هذه المسافه مضبوطه، هو انهم غادي ياخذوا المسافه من هنا لهنا وغادي يحطوها من هنا لهنا، وغادي يديروا واحد الخط هكذا، نعاود نرسمه معكم، غيديروا واحد الخط هكذا وغيجيو الوسط ديال هذا الخط، ها هو كيف مشتوجاني انا، يجيو النصف ديالو غيطلعوا ب 1.5 سنتيمتر ويحطوا نقطه، ويجيو النصف ديال هذا ويحطوا 1.5 سنتيمتر ويحطوا نقطه، ويرسموا هذا الاس مقلوبه او يستعنوا بالبيروكي بالبيستولي باش يخدموا هذه الدائره في حاله جاتهم صعيبه، يخدموها اولا وقبل ما يشركوا هذه النقطه مع هذه النقطه، نجيبوا التركيز ديالنا في جميع الحالات، غادي نجيبوا التركيز ديالنا حيت شفتوا في الدرس اللي سبق هذا جبناها مضبوطه تماما، ماشي دائما تجيك مضبوطه وانت كتفصلي، راه حتى نوع القماش كيلعب دور، يعني ماشي ضروري حطيتي القياس ديال هنا راه لازم تجيك مضبوطه تماما، لا هذا كنحسبوه فقط القاعده اللي غادي نبنيو عليها حنايا المشروع ديالنا، غير غادي نخدموا عليه هذا الخط وكذا وكذا، ففاش غنجيو نقيسوا ممكن تجي قل منه وممكن يجي اكثر منه. كان هذا الطريقه ديالي انا باش كنخدم مختصره، كنتمنى تكون كانت مفيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.